تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير، وحياكم الله في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم، كذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا. ومقدمة الحلقة اليوم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا حابة أبارك للجميع بخصوص اللحظة التاريخية اللي بيتذكرها بفخر كل شعب الإمارات، وهو انطلاق أول رائد فضائي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. طبعا ولله الحمد طموح زايد يعانق الفضاء. مثل ما عودناكم مستمعينا بنتطرق الأمور طبية وصحية تهتمون فيها وبتفيدكم إن شاء الله. ومثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا بتكون عن اهتمامات السوشيال ميديا واليوم وشو أقلب ما يدور فيها. ويانا الزميلة أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين في إذاعة نور دبي. ناخذكم في جولة من الأشياء اللي قاعدة تصير في قنوات التواصل الاجتماعي. عندنا حاليا نحن موجودين في تغطية لفعالية من فعاليات هي تعتبر سلسلة من جلسات بعنوان حديث الصحة، وحديث الصحة هو تعتبر مثل منصة تفاعلية يتم مناقشة المستجدات العالمية واستشراف المستقبل في القطاع الصحي وكل التحولات الذكية والأفكار المبتكرة فيها. ممتاز. كل مرة معانا شخص نتكلم معاه عن هاي المواضيع. المرة أول جلسة كان استضفنا فيها معالي أو سعادة خلفان بن هول مدير تنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل. نعم. واليوم معانا سعادة هدى الهاشمي وهي مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. هالجلسات تكون مستمرة وبشكل مستمر، خاصة الموظفين هيك الصحة، نعزز ثقافة الابتكار عندهم. أما طبعا كان كل اللي قاعد يصير عن وصول يعني عن أول رائد إماراتي وصول المحطة الفضاء الدولية. صحيح. وهذا أيضا كانت المواضيع تكلمت فيها هيئة الصحة بدبي. من نختمها بالرسالة الصباحية، عدد الساعات ثابتة لدينا جميعا، لكن تنظيمك لهذا الوقت هو سبب نجاحك وتميزك. كيف بتنظم وقتك؟ كيف بتحط أولوياتك؟ كيف بتشتغل فيها؟ هاي مسؤوليتك. فإذا أنت ما كنت متحكم في وقتك ما راح يكون عندك نفس الإنجازات اللي عند غيرك. الوقت مو على كمية الجهد لكن في كيف تنظيم الوقت. ممتاز. ودمتم بصحة وسعادة. ممتاز. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. أسماء الجناحي شكرا لك. مستمعينا هذه كانت فقرتنا بخصوص اهتمامات السوشيال ميديا. اليوم بنتكلم كذلك فقرتنا التنوعية عن فوائد زبدة الفول السوداني. طبعا كثير من الناس يحب هالنوع من الزبدات اللي هو زبدة الفول السوداني لأن لها طعم خاص، وخاصة إذا انضافت لبعض الأكلات أو كذلك يعني للحلويات بالخصوص، لها نكهة خاصة ومميزة. وبتكلمنا عنها خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفاف جمعة. صباحك الله بالخير أستاذ عفاف. صباح النور والسعادة، شو أخبارك؟ الحمد لله. شو أخبارك عفاف؟ الحمد لله. نتعرف أكثر عن فوائد زبدة الفول السوداني.
هي بالبداية نحن نتكلم عن زبدة الفول السوداني وفوائدها، ونحاول نعطيكم مثل وصفات حلوة تتناولونها ما بين الوجبات الغذائية الرئيسية. زبدة الفول السوداني، أول شيء بنعرفهم شو معنى زبدة الفول السوداني. هي عبارة عن عجينة مصنوعة من الفول السوداني الجاف المحمص، ولضمان جودتها حسب التوصيات لابد أن يكون 90% منها حبوب الفول السوداني مع كمية قليلة يضاف إليها من الملح، لأن تعرفين المنتجات متنوعة عندنا وأنواع وايد من زبدة الفول السوداني. صحيح. فيفضل عند شراء زبدة الفول السوداني قراءة البطاقة الغذائية للمنتج، لأن يضاف لزبدة الفول السوداني كميات من السكر فتزيد من سعراتها الحرارية، يضاف لها زيوت مهدرجة. نعم. لأنها هي تمتاز باحتوائها على الزيوت الغير مشبعة الأحادية المفيدة لصحة القلب، فلا بد من التأكد وقراءة البطاقة الغذائية الصحية للمنتج. بنتطرق للقيمة الغذائية لزبدة الفول السوداني. بداية، زبدة الفول السوداني تحتوي على كثير من البروتينات والحمض الأمينية الغير مشبعة الأحادية والفيتامينات والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد. ففائدتها تكون باعتبار نحن أخصائيين التغذية، فإن الحصة الواحدة من زبدة الفول السوداني معلقة طعام تعادل 98 سعرة حرارية، وتحتوي على 4 جرام من البروتين. يعني الرياضيين أو الأطفال اللي ما يتناولون الحليب أو البيض، منتجات الألبان، فمرات ننصح الأمهات بإعطائهم معلقتين طعام من زبدة الفول السوداني تعادل 8 جرام من البروتين، يعني تعادل كوب حليب أو قطعة جبنة أو كوب من اللبن، مع مراعاة عدم تعرضهم أو إصابتهم بحساسية المكسرات. تعرفين كثير من المكسرات الناس يتحسسون منها، فراعيها شيء إنه، فهي تعتبر عالية بقيمتها الغذائية. وبعد من فوائدها الصحية تساعد على خسارة الوزن. تلاحظين هاي الفترة وايد يسوون برامج غذائية، وفي برامج غذائية بعد للرياضيين يتطرقون، فتينا استفسارات ومساءلات وتداخلات، إنزين هي بعد فيها نشويات، بعد فيها دهون، وشو وضع الدهون؟ وهال تطرقت لها بالبداية لابد من قراءة البطاقة الغذائية للمنتج. صحيح. وجودتها بكونها عالية بحبوب الفول السوداني الغنية بالبروتينات ومنخفضة في الكربوهيدرات، فهي تساعد على خسارة الوزن، وتشعر الشخص اللي يسوي الرجيم أنه شبع بسرعة لاحتوائها على البروتين والألياف. كذلك مرضى السكر، نحن ننصح دائما مرضى السكر لأنها منخفضة، تحتوي على محتوى قليل من الكربوهيدرات وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، بتناولها لأنها تسيطر على مستويات السكر. نعم. بالإضافة إلى مثل ما تطرقنا لها، فيها مضادات الأكسدة، بعد وايد تقي وتحافظ من أمراض السرطانات لاحتواء على مضادات الأكسدة. نعم الأستاذ عفاف، داهمنا الوقت، وطبعا الموضوع شيق، وإن شاء الله نلتقي فيكم في حلقاتنا الجاية إن شاء الله، بنتكلم أكثر وأكثر عن فوائدها كذلك. شكرا الأستاذ عفاف جمعة، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا لك مستمعينا الأعزاء. مثل ما تطرقنا، هذه بعض فوائد زبدة الفول السوداني، مثل ما كلمتنا عنها بالتفصيل الأستاذة عفاف جمعة. طالعين فاصل إن شاء الله، وراجعي لكم مواضيع مميزة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة مرة ثانية. أذكركم برقم التواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله.
تنظم هيئة الصحة بدبي اليوم جلسة حوارية مفتوحة لأطباء الإقامة بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة، ضمن الجهود المستمرة للتواصل مع الكوادر الوطنية على اختلاف مواقعها وتخصصاتها. واليوم إن شاء الله بنتحدث أكثر عن هالفعالية. يسرنا يكون ويانا اليوم على الهاتف الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة وديعة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة عائشة، حياكم الله. حياك الله ويانا دكتورة في برنامج صحة وسعادة. طب الله يخليك. بالنسبة للجلسة الحوارية طبعا لها أهمية كبيرة، خاصة أن تكون مفتوحة لأطباء الإقامة، فممكن تعطينا فكرة عامة عن هذه الفعالية؟ أكيد. طبعا مثل ما تفضلت يعني جزاه الله خير، معالي حميد القطامي راح يلتقي اليوم في جلسة حوارية مفتوحة مع أطباء الإقامة من المواطنين في الهيئة. وطبعا تسعى هاي المبادرة لدعم أطباء الإقامة على اعتبار أن نفتح أبواب للتواصل وقنوات للتواصل. أهم أهداف اللقاء اليوم إن شاء الله راح يكون أن نطرح بعض المواضيع المتعلقة ببرامج الإقامة، ونسلط الضوء مثلا على جوانب القوة وفرص التحسين، كذلك شو هي التحديات اللي تواجههم وطرق التغلب عليها، بالإضافة أن نحاول معهم إن شاء الله مع أطباء الإقامة نرسم خارطة الطريق وشو هي الخطة المستقبلية لتهيئة هذا الكادر المواطن من خلال التدريب وصقل المهارات، وإن شاء الله راح يكونون هم رواد الصحة في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة، أكيد لأي شيء أو أي مشروع الواحد يسوي أو حتى لأي جلسة حوارية تكون فيها أهداف، فشو الأهداف اللي تسعى إليها الهيئة من خلال هذه الفعالية؟ نعم، من أهم الأهداف وحتى نقدر نقول المواضيع والمحاور اللي راح نتطرق لها اليوم إن شاء الله، إنه بيكون عندنا إحنا نسعى بإذن الله إنه يتم تدشين عدة برامج طبية تخصصية مختلفة، بالإضافة إلى 16 برنامج تخصص الموجود حالياً كتخصصات طبية، وكذلك عندنا 6 برامج للزمالة. فإحنا راح نتطرق نشوف شو هي أهم البرامج التخصصية الثانية اللي نشوف الحاجة بحسب طبعاً الحاجة الفعلية للمجتمع وحسب شو تصور أطباء الإقامة، وكذلك نسعى بعد نشوف شو هي البرامج الزمالة اللي هي يعني ما فوق التخصصية اللي راح هم يعني يكونها مهمة ومحتاجين إن يعني نحطها هنا عندنا في الهيئة. بالإضافة المواضيع الثانية راح نتطرق لها إن شاء الله مشروع الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرامج التخصصية، وكذلك نسعى إن شاء الله أن ننشأ نظام ذكي يتبع إنتاجية أطباء الإقامة، ونشوف كيف يكون طريقة الضبط وتنظيم المناوبات وساعات العمل بحيث أنه يكون فعلا يعني شيء يعني في يعني فير للريزيدنس نفسهم، فير لأطباء الإقامة، وكذلك يسعى أن يقدم الخدمة بالصورة المطلوبة للمجتمع. صحيح. طبعا أي راح إن شاء الله بعد نسوي عدة ورش عمل لتطوير وتدريب الكادر الطبي، تدريبات مكثفة إن شاء الله داخل وخارج الدولة يعني طريق حتى الابتعاث الخارجي. ومن أهم الأشياء اللي أحب أطرق لها صراحة إن نبغى نسوق للمكتبة الإلكترونية والمجلات الطبية، وهذه بحد ذاتها تدعم أطباء الإقامة في كيفية طرح البحوث وحتى نشرها في المجلات العالمية إن شاء الله. صحيح صحيح. وطبعاً نعم. المكتبات الإلكترونية دورها كبير، ويقدر الواحد يعني يكون يعني يدخلها أو يتصفح الأشياء اللي فيها في أي مكان كان. صحيح. بالضبط فعلا، يكون عنده على حتى على الموبايل اب يعني، ويكون عنده باسورد وين ما يكون موجود سواء داخل خارج الدوله في البيت في مكان العمل راح يعني يقدم عليه. وحتى احنا بدينا الحين نعطيهم يعني كريورد يعني نقدر نقول ان مثلا مجرد ما يتصفح ويكتب فيها في نظام اسمه اي بوك. نعم. فهذه يقدم عليها مجرد ما يتصفح اي مجله طبيه مبنيه على البراهين يعني يتكلم عنها يعطي فيها شويه يعني مثلا خلينا نقول انبوت من عنده ساعدته حتى توصل شهادة من عندنا أن فيها نص ساعة معتمدة، وهذا راح طبعا يأثر على كيفية لما يكون عندهم محتاجين أن يجمعون لهم الساعات المعتمدة لتجديد الرخص، وحتى هذا يضيف لهم يعني إضافة قوية في الأبحاث والمجلات يعني ما يشترون فيها إن شاء الله. ممتاز. ودكتورة بعد كذلك هالشيء يشجع الطبيب أو خاصة الطبيب المقيم على تكملة دراسته أكثر وأكثر وعلى تحصيله العلمي ومسايرته لأحدث البحوث أو أحدث المعلومات الطبية.
صحيح بالضبط، وهذا يخليه مع العالم كله يعني يكون حين most updated يعني وايد يكون صحيح. جدا يعني على على علم يعني وعلى دراية بأحدث مثل ما تفضلتي الأبحاث طرق التشخيص العلاج في جميع المجالات إن شاء الله. صحيح صحيح دكتورة، حابين نتعرف كذلك عن الجهود اللي تقوم بها هي الهيئة لتحقيق التواصل الفعال مع كوادرها الطبية خاصة أطباء الإقامة أو الأطباء اللي يكونون تحت التدريب. نعم صراحة اليوم قيادتنا رشيدة هم الأساس مصدر إلهام ونموذج احتدابه سواء في العمل لخدمة الوطن واستحقاق المواطن وكذلك في منحة التدريب والتعليم لأطباء الإقامة. فمن خلال الزيارات الميدانية، المستوحات، الاستبيانات الدورية، حتى الجلسات الحوارية مثل اليوم إن شاء الله، هذا يعني يحقق بالدرجة الأولى التواصل الفعال وتلبية احتياجات الكادر الطبي، ومجرد طرح حلول طرح مشكلاتهم أو تحدياتهم راح نتعرض إن شاء الله نتعرف على الحلول للتحديات قد يكون هم على دراية أكثر إن كيف نقدر نتغلب عليها. صحيح. وطبعا احب من منبركم هذا اعلن ان ان شاء الله معالي راح يبشر يعني بيتم الاعلان عن تدشين مجلس اطباء الاقامه، وهذا راح يشكل ان شاء الله هالمجلس هي حلقه وصل اساسيه بين اطباء الاقامه في كافه التخصصات وبين القياده العليا، وبهذا راح يكون سلسله دوريه ان شاء الله من الاجتماعات راح نتعرف اكثر على ماهيه التخصصات وماهيه التحديات وكيفية تغلب عليها ان شاء الله. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتوره وديعه. دكتوره وديعه، كلمه اخيره توجهينها للمستمعين الكرام خلال البرنامج. والله أحب أقول إن الهيئة يعني تسعى جاهزة لتوفير كل سبل التدريب والتعليم لكل سواء كان الموجودين عندنا اليوم يعني كأفراد في هيئة الصحة، وكذلك حتى إحنا اليوم يعني رافعين الأمر لمعالي وراح يعلن عنها جريد في عام التسامح، راح نفتح إن شاء الله يوم أسبوع كامل عفواً بيكون فيها الأكسس المتاح لكل الموجودين داخل الدولة لأن يقدمون على المكتبة الإلكترونية. المكتبة اليوم ما شاء الله فيها عدد هائل من مثل ما أعلننا عنها سابقاً من المجلات الطبية مبنية على البراهين اللي هي فيها أكثر الأشياء الأبحاث الطبية المستجدة، فياريت الكل يقدر يستفيد منها خلال هالأسبوع اللي راح إن شاء الله يتاح للجميع الأفراد الموجودين داخل الدولة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة وديعة على جهودكم اللي تبذلونها للرقي بهذه التخصصات الطبية. دكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكور، يعطيكم العافية. مستمعينا، هذه كانت الفقرة بخصوص الجلسة الحوارية بهيئة الصحة بدبي. عندنا سؤال مبعوث عن طريق الرسائل النصية، سؤال: السلام عليكم دكتورة، هل هناك اختبارات طبية للفضاء أو في الفضاء؟ طبعا أي تخصص سبحان الله لازم تكون له يعني تكون له اختبارات طبية خاصة فيه، يعني لكل معظم التخصصات، يعني أساس يتأكد أن الشخص لائق طبيا وجسديا لهذه المهمة أو لهذه الشغلة ولا ما يكون مؤهل جسديا، وبنتكلم إن شاء الله عنها إن شاء الله في حلقات ثانية، شو هي الاختبارات وشو الأشياء الثانية اللي يحتاجها رائد الفضاء إن شاء الله. ميرا، في لو سمحتي في بس بخصوص المستمع ممكن تواصلون وياي من تحت الهواء. مستمعينا، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم وبنتواصل مع المستمع اللي بعث الرسالة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-5-1-4-1-4، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا موضوعنا في الحل الفقرة الثالثة أن نتكلم أكثر عن الأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي. طبعا كنا عارفين أن هيئة الصحة بدبي تولي أهمية كبيرة للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية بهدف تعزيز الوعي والسلوك المجتمعي وكذلك التشجيع على تبني الرياضة والأنشطة البدنية بشكل عام كنمط حياة للوقاية من الأمراض المختلفة. للحديث عن هالموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ حمزة. أهلا، صباح النور.
أستاذ حمزة، طبعاً نحن عارفين الاهتمام الكبير اللي توليه هيئة الصحة بالأنشطة سواء الرياضية أو الفعاليات كذلك الرياضية والاجتماعية، فحابينك تعطينا فكرة عامة عن الأنشطة والفعاليات والبطولات كذلك اللي بتشارك بها هيئة الصحة بدبي خلال الفترة المقبلة. في البداية أول شيء شكراً على هذه الدعوة. في البداية نشكر نبارك قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة انطلاق الأخ هزاع المنصوري إلى الفضاء من خلال مركبة سيوز إلى المحطة الفضائية الدولية. الحمد لله. ونتمنى له التوفيق، وهذا ليس بغريب على أبناء الإمارات. صحيح. ودعم الحكومة بمثل هذه المواضيع أنه لا شيء مستحيل موجود في العالم حاليا. الحمد لله. وإن شاء الله نتمنى له أن يرجع إلى الأرض إن شاء الله بسلام إن شاء الله. إن شاء الله. الله إن شاء الله. وطبعا هالشيء فخر للجميع. أكيد أكيد. أما بخصوص الفعاليات الرياضية، وهذا نحن خلال الفترة الماضية في الصيف كنا عندنا أنشطة رياضية. نعم. نحن بنبتدي نقول شو سوينا، بعدين بنقول شو اللي عندنا. ممتاز. إيه. في الصيف احنا شاركنا في مجلس دبي الرياضي، سووا بطولة رياضية لأبناء الموظفين. نعم. بدوائر حكومة دبي، ونحن شاركنا في البطولة والحمد لله حرزنا على المركز الأول. ممتاز. من خلال أبناء الموظفين اللي عندنا، وتم تكريم الأولاد هذا الصغار أعمار 12 سنة من خلال المعالي حميد القطامي. ممتاز. ما قصر، ونحن نشكر على هذا مبادرات اللي هو يقوم وقبوله بدعواتنا للمشاركه في تكريم الرياضيين، لانه هو شخص رياضي كذلك، وهالشيء بيشجع الموظفين كذلك. بالعكس كلهم كانوا مستانسين، وصاري كانوا مستانسين بعد عيالهم اولى امورهم. اكيد. إيه. والجميل انه مو فقط الموظف، حتى ابناء الموظفين مشاركين كانوا. نعم. الموضوع الثاني، نحن شاركنا بعد في بطوله صيفيه اللي نظمها مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري لمدة شهر من تاريخ 5/8 لنهاية شهر 8. شاركنا في جميع الألعاب. نعم. كرة القدم، كرة السلة، كركت، بادمنتون، تنس طاولة، والحمد لله أخذنا في بادمنتون المركز الأول. ما شاء الله. حققنا في المركز الثاني في الطائرة، وحصل اللاعب عبد الرحمن النقبي من مستشفى حتى في هيئة الصحة أفضل لاعب في هاي البطولة. ممتاز. وبالتالي نحن كان شهر صيف كنا كل شغالين. بالإضافة شاركنا خلال الأسبوع الماضي. نعم. في مبادرة تحدي الثلج في مول الإمارات، وشاركنا بعدد 23 موظف. كان من الساعة 6 صباحا كنا في مول الإمارات، وشاركنا بحوالي 23 مشارك، والحمد لله كانت نتائج زينة، من ثاني لين خامس كنا. ممتاز. وبالتالي نحن كموظفين هي نشكرهم على تجاوبهم، على تعاونهم، على حبهم للمشاركة في أنشطة رياضية اللي نسويها في الهيئة. صحيح. بالعكس كنا في البدايات كنا ندور حد يشاركنا، بس الحين الحمد لله هم يبادرون إن متى عندكم أنشطة، متى عندكم مبادرات، متى عندكم إن نشاركوا. يعني في كان أسبوع عندهم ثقافة رياضية. ممتاز. إنهم برغم منهم نحن نتمرن أو نقول نسوي مبادرات طول السنة. صحيح. في الهيئة موجودة كرة الطائرة، كرة السلة، تنس أرضي، كرة القدم. نعم. كل الإدارات اللي عندنا موظفينهم عندهم يوم يتمرنون في ملاعبنا. ممتاز. بحسب الجدول اللي عندنا ويتمرنون يعني. وبالتالي موظفين الهيئة دائما مشغولين بالرياضة بعد الدوام، ورغم منهم يشاركون في صالات ثانية، يعني صالات رياضية اللي عندهم كل واحد يمارس أي نشاط رياضي طول السنة، بس كذلك حابين يشاركون في الفعاليات اللي تكون في الهيئة رسمية من حكومة دبي، يعني دائما يشاركون. الحين السؤال تقول شو اللي عندنا؟ أيوة. اللي عندنا إن شاء الله تاريخ 5 شهر أكتوبر. نعم. إن شاء الله بنشارك بمبادرة من جمارك دبي في بطولة بولينج للسيدات خلال يومين إن شاء الله، ونحن مشاركين بست لاعبات عندنا في البولينج، مشاركين في مثل هذه المبادرة. ممتاز. إحنا ودوائر حكومة دبي استعدادا لبطولة شيخة هند. ممتاز. تاريخ 12. نعم. إلى 26 أكتوبر في بطولة شيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، ونحن مشاركين الحمد لله في بطولة السباحة، الجري، بادمنتون،
سياكل يعني درجتها هوائية، بالإضافة إلى التحدي مشاركين يعني حوالي هم 12، بس جماعيا احنا ما نقدر نشارك، ما عندنا لاعبات في كرة طائرة وسلة أقوياء. نعم احنا نبغى نسوي نشارك في شيء يكون نافس. صحيح، نحن ما نبغى نشارك مشاركة من أجل المشاركة في ألعاب الثانية، نحن بن... الحمد لله نافس الحمد لله. ايه الحمد وبالتالي لله. احنا السنة الماضية خدنا الأولى في بادمنتون بطولة شيخ هند، وخدنا الثالث في الشطرنج ما شاء الله. وإن شاء الله هالمرة المراكز الأولى في كل التحديات إن شاء الله. بعد شيخ هند عندنا مبادرة السياحة لو 30 باي 30 تحدي دبي للياقة لمدة شهر. نعم. في مار دبي هاي كل يمارس نشاط لمدة 30 دقيقة أي وقت، يعني مو في وقت أي وقت يعني عنده كل أي وقت يناسبه، في البيت يروح مول يتمشى في المول يشغل البرنامج يعطي نص ساعة هو يمارس نشاط رياضي. وبالتالي هذه الدعوة للموظفين أنهم يهتمون بالمشاركة، ونبغى عدد زيادة لأن هيئة الصحة شاركوا بعدد 12,000 على الأقل، يشاركون 10,000 يعني إن شاء الله. إن شاء الله الجميع بعد كذلك. إيه وبالتالي إن شاء الله كلهم بمشاركة ورسالة من مكتب مدير العام لمدراء التنفيذيين تحفيز موظفينهم للمشاركة في مثل هاي المبادرة اللي كان على مستوى دبي، مبادرة شيخ حمدان يعني. نعم. هذه بالنسبة للمبادرات، وهالمبادرة الأخيرة اللي ميزها كذلك أن المدة 30 يوم و30 دقيقة، فالواحد بيلاحظ أن 30 دقيقة هذه تمر وما يحس فيها مرات وهو يمارس أي مجهود. بالعكس أنت لأن أنت مارست النشاط الرياضي 30 دقيقة لمدة 30 شهر عقب تعودين. أدب أيوة هذه. يسوي تعود على طول بيمارس نشاط رياضي. وهني نحن في حكومة دبي هذا يبون يكونون مدينة دبي مدينة عالمية للرياضة، صح، ويبون يكون أسلوب حياتنا وثقافتنا في الرياضة، لأن الشعب لازم يكون عنده ثقافة رياضية، والحمد لله شيء ثقافة رياضية من خلال وجود المرافق والإمكانيات اللي مسوينها بلدية دبي. صحيح، الحمد لله يعني المضامير الموجودة لجميع الأشياء، مضامير الرياضة للجري للسياكل كل شيء موفرينه، ما على الإنسان أنه يمارس رياضة. صحيح، وفعلا لو تمرين انت اي مكان في جميره في خوانيج هذا تشوفين ناس تمارس الرياضه. صحيح، بدون حد يقول لهم يعني. نعم، هم نفسهم يمارسون النشاط يعني. صحيح، ما يتريون 30 باي 30 عشان يمارسون النشاط. صحيح، هم طول السنه يمارسون النشاط. هذا الثقافه في النهايه. صحيح كلامك صحيح. استاذ حمزه، طبعا ذكرت لنا المشاركات السابقه في بخصوص الانشطه الرياضيه، مشاركه الموظفين كذلك، ف كيف حسيت بمشاركة مدى استجابة الموظفين الهيئة للتفاعل مع هالأنشطة؟ مثل ما قلت في البداية أن موظفين هي نحن نشكرهم، واللي يحصلون دعم من معالي بعد هم يشاركون في جميع المسابقات اللي احنا ننظمهم بدون استثناء. أي مسابقة ننزل لهم إعلان، ننزل لهم دعوة، نشوف كل مسجل، خاصة بعد السيدات يعني صراحة أفضل من قبل يعني، الحين في زيادة يعني. وبالتالي نحن حتى من الحين يبون الألعاب الحكومية. نعم، يبون يتمرنون من الحين يعني، باقي لشهر 3-4-5 شهور يبون من الحين يتمرنون عشان يكونوا جاهزين للمنافسين. لأن نحن نبغى الألعاب الحكومية نشارك منافسين إن شاء الله، أن نروح المنصة في النهاية على الأقل الأول والثاني والثالث إن شاء الله. وبالتالي جميع الموظفين هي يمارسون نشاط رياضي من خلالنا أو من برا يعني، وبالتالي هم في فرق عن قبل والحين ممارسة أي نشاط رياضي للموظفين، بالعكس هم مساهمين جدا يعني، ممتاز، مبادرين بمبادرات من عندهم يعني، ممتاز. خاصة أن النقطة اللي طرحتها أن معظم الفعاليات تكون بعد الدوام الرسمي، يعني الشخص متشجع يعني أن بالضبط بعد الدوام الرسمي ويكمل حتى في أنشطة الرياضية الثانية، يعني لو هو ما متشجع، لو هو ما بفرحان أو مستانس ما بيمارس، لأن في النهاية هذا رغبة الإنسان من نفسه. صحيح، يعني نحن الحين في لجنة رياضية كل فعالياتنا ومسابقات يكون بالليل. يعني كل موجود. صحيح، في كرة قدم، في كرة طائرة، في كرة سلة، في التنس، ما شاء الله كلهم موجودين طول السنة يعني، هم نفسهم يعني ما في عاد تجبرين حد عشان يمارس نشاط. صحيح، هم تنزلين إعلان إن في مبادرة أو مسابقة، جميع المستشفيات، أنا ما أقول مستشفى عن مستشفى، جميع الموظفين من مختبر، من الصيدلة، من أي نشاط في أي إدارة موجودين. موجودين، ونفس ما ذكرت كل سنة ما شاء الله الأعداد تزيد خاصة النساء، هذا يعكس بالعكس لأن المرافق موجودة. صحيح، شو ناقصهم يعني بس يجون يتمرنون. صحيح،
صحيح. والحمد لله وفي دعم من مسؤولين في الهيئة، وبالتالي الإنسان يشجع يعني يوم يحصل كل شيء متوفر له وهذا وما بيكلف مبلغ شيء، بالعكس يتمرن. صحيح أستاذ حمزة. طبعا أي مشروع ومشاريع خاصة كبيرة تحتاج أن يكون فيها شركاء استراتيجيين لهذه المشاريع، فشركان استراتيجيين للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية من هم؟ نحن الشريك الأولي والأصيل يعني نقول مجلس دبي الرياضي. نعم. لأن مجلس دبي الرياضي هم المسؤولين عن أي أنشطة أي فعاليات أي مبادرات تستوي في مدينة دبي. نعم. هم المسؤولين عن كل شيء، حتى الناس الخارجين يبون أي نشاط يسوون لازم يأخذون موافقة مجلس دبي الرياضي. صحيح. وبالتالي نحن عنا اتفاقية ويا مجلس دبي الرياضي، اتفاقية شراكة بيننا وبينهم أن نشارك في جميع الفعاليات وكل شيء، بالإضافة إلى شركانا دوائر حكومية. نعم. في دبي في دوائر حكومية يسوون أي مبادرة، أحنا برشط هذا بولينجلت في مبادرة معهد دبي ثقافي كرة قدم يسوون، يعني الشرطة بلدية نحن كلنا نشارك بهم، إذا بيننا وبينهم هم يستفيدون منا ونحن نستفيد منهم. ممتاز. وبالتالي هذ شركانا الرئيسيين في حكومة دبي، جميع دوائر حكومة دبي وحتى القطاع الخاص في بعد نشاركونهم، نحن نشاركهم بمراء مستشفيات، جميع المستشفيات الخاصة يشاركونا في بطولات كرة الطائرة وكرة السلة. نعم. وبدنا كلهم شركاء مالنا يعني الحمد لله، ونحن في تعاون جميل وياهم يعني. ممتاز ممتاز. أي. استاذ حمزة، قبل أي فعالية أو قبل أي يعني منافسة رياضية بالنسبة للموظفين اللي حابين يشاركون كيف يقدرون يتواصلون وياكم كذلك بخصوص الفعالية؟ نحن الحين مثلا ما أقول أي مبادرة تحدي الثلج اللي كان قبل الأسبوع الماضي، نعم، نزل إعلان في الدائرة لجميع الموظفين، جميع موظفين الدائرة، وبالتالي هم يتصلون فينا. احنا عندنا موقع سبورت، من خلال هالموقع هم يطرشون اسماءهم انهم يبون يشاركون في هالمنا، نحن اي عدد نقبل. ممتاز. ايه. وبهالطريقه هم يتعاونون ويانا ويسجلون اساميهم ورقم الوظيفي مالهم كل شيء، وناخذ حسب المتطلبات اللي طالبين جهه اللي تنظم هاي الفعاليه المبادره. نعم. وبهالطريقه هم يتواصلون ويانا دائما يعني. ممتاز. يعني كذي الموظف حتى يعرف قبلها بفتره، بفتره لا الحين طرش بفتره بعد. نعم. على الاقل اسبوعين ثلاث ويقدم حتى قبلها بفتره. هي هي هي. ويرد هي. إذا في اوراق، اذا اي شيء نبات زياده نطلبه منه يعني. ممتاز. استاذ حمزه، كذلك الدور اللي تقومون به لتشجيع افراد المجتمع المحلي على ممارسه الرياضه والنشاط البدني بشكل عام. نحن ساعات كناحيه اجتماعيه نسوي مبادرات يعني مع اصحاب الهمم. نعم. اصحاب الهمم نحن نشاركهم يعني، هم نحن نعتبرهم مثلنا يعني، اسوياء، انا اعتبرهم اسوياء يعني ناس عاديه. نسوي لهم مبادرات مع ان نروح لهم من المكان، ان مثلا نادي اصحاب الهمم اللي في دبي. نعم. نسوي مبادرات وياهم سنويه نحن. نعم. في الكراسي المتحركه كره سله نسوي لهم برامج توعويه تغذيه. ممتاز. نودي لهم كبار السن مالنا المواطنين، نودي نشاركهم بعد وياهم. ممتاز. يعني نسوي جو رياضي يوم كامل يعني عندهم، في هم متفقين ويانا يعني كل سنه نسوي ان شاء الله خلال الفتره الجايه نحن نسوي ويا الجماعة أصحاب الهمم. إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، وجميل كذلك أن دخلتوا أصحاب الهمم وكذلك كبار المواطنين يعني في هذه الفعاليات والأنشطة من خلال الدكتورة سلوى أفتكر. نعم. تكون معنا هي. ممتاز ممتاز. طبعا نحن من بدينا النقاش أو الحوار خلال فقرتنا هذه كنا نتحدث عن مشاركة الموظفين، موظفين هيئة الصحة في دبي بخصوص الأنشطة، بس عندكم أستاذ حمزة هل لديكم بعض الأنشطة المفتوحة لأفراد المجتمع غير مختلفين عن الموظفين؟ نحن سوينا في عام التسامح. نعم. سوينا مبادرة المشي لعام التسامح، هذا اللي سوينا من مستشفى راشد لحديقة الخور اللي عندنا هني. نعم. كان صبح الحمد لله كان مشاركين من المجتمع كله حوالي 2000 نفر ما شاء الله، عددهم يعني جميع الجنسيات اللي في دبي كانوا مشاركين بدون استثناء، يعني من الصبح كانوا ويانا وهذا حوالي 2000 شخص كانوا مشاركين. ممتاز. وعدد إيه. كبير. عدد كبير طبعا كانوا، ومسؤولين في الدائرة شاركوا، مدراء تنفيذيين، الشرطة كانوا موجودين،
الفرقة الموسيقية موجودين. ممتاز. يعني كان حلو، كان يوم جميل. جميل جميل. وجميل كذلك أن يعني دخلتوا حتى أفراد المجتمع في كلهم هذه طبعًا الأنشطة طبعًا يعني طبعًا ما اقتصرت فقط على الموظفين. بس مو على الموظفين. مو على الموظفين. أستاذ حمزة، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. أول شيء أشكركم أنتم كإدارة الإعلام وتسوق مؤسسي عنا، اللي دائماً لولا دعم إدارة الإعلام، ودائما انت تطلعين اي شيء عندك، اي نشاط عندك، اي فعاليه عندك لازم تعطين للاعلام. صحيح. اعلامهم دورهم كبير في توضيح او تبليغ رساله للمجتمع. صحيح. وبالتالي نحن نشكركم انتم. سابقا كان اخ محمود، نقول له شكرا يا اخ محمود، ما قصرت ويا اللجنه الرياضيه، بارك الله فيك، وكنت اخ عزيز علينا، وهذا نتمنى لك التوفيق في اي مكان تكون يعني ان شاء الله. وبالتالي اخ محمود ان شاء الله التوفيق. وأنا أشكركم مرة ثانية، وأحب أقول للإخوان الموظفين هي أي مبادرة رياضية نباكم تشاركون فيه بأي عدد بأي شيء، يعني لأن الرياضة في النهاية ثقافة. صحيح. وبالتالي نحن نشكركم على تعاونكم دائما معنا. صحيح. أي. نشكرك أستاذ حمزة، بس نفس ما ذكرت النقطة هذه أن يعني الرياضة ثقافة، وكذلك يعني مو بشرط شيء معين في الرياضة، يعني المجالات تعددت والتخصصات كذلك تعددت، واللي يبرز مدى تشجيعكم للموظفين أن أعداد كبيرة تزيد يوم بعد يوم في أنها تحب تشارك. ونفس ما قلت التحدي للحكومة بيكون في شهر 3، ومن الحين الموظفين حابين يبتدون تدريب كذلك، وهالشيء يشجع الواحد أكثر وأكثر، ويعكس بطريق غير مباشر كيف الاهتمام في هذه الأنشطة الرياضية اللي تولي الاهتمام هيئة الصحة. صحيح. يعني كهيئة الصحة ومسؤولين في هيئة الصحة بالرياضة يعني. صحيح. صحيح. أستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كانت هذه آخر فقرة لنا في برنامجنا اليوم صحة وسعادة. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. شكرا جميعا. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.